بعدين الخدمات واحاول حلل ازمات عشان تقديم الخدمات واحاول حلل ازمات بس على فال فال في مقالب كل الحلقات بس على فال فال في مقالب كل الحلقات انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب والله انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب ويا خفنا من خدماتي فيها دواي ومصايب ويا خفنا من خدماتي فيها دواي ومصايب انا في خدمة الزملاء يا ناس والاهل والاقارب والله انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب انا نعم جمعة في خدمة الزملاء والاهل والاقارب لكن اصبر يا جمعة اصبر اصبر يا سلمان انزل تحت تحت في الارشيف يا جموع انزل تحت 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 في الأرشيف في الأرشيف في الأرشيف تنزل تحت 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 يا جموع تنزل تنزل تحت تحت في الأرشيف يا جموع يلا يا مريم يلا تأخرنا بسرعة حركي بسرعة يلا يلا بسم الله تفضلي على وين يا عرسان على وين رايحين نشتري الشبكة الله هاي تعال هاي حكم القوي على الضعيف يا إيمة أنا ما أخذ إجازة من الشغل عشان أتزوج ومتى الزواج إن شاء الله متى يا عمي قريب قريب إن شاء الله قريب قريب من 26 سنة مضت يا يمعة يعني الزواج كان بث الرجع يا عمي ها لما صالح لما تأخرنا خلا من أبهان خلا نستعجل خلا من أبهان خلا من أبهان ما حد ورطني غيرك أنت يا ابو الدواهي ما عليك لك ما عليك ما عليك مبروك يا عمي مقدمة مبروك خلا من أبهان صالح تأخرنا إن شاء الله إن شاء الله ما كان لازم نخليهم يروحوا وحدهم إيه بيقولوا عين الناس الحين بالله عليك يا جمعة لا تنسى أن نحن في زمن الطبخ والدفع والأكل في وقت واحد ولا تضحك على نفسك يكون أحسن نروح ما أضحك دوك ماشيين متبشين الحين وحده صباح الخير يا أنس نجوى صباح النور يا جماعة وين الجماعة ما أشوف حد هنا عيل المدير العام بعده ما وصل وما بيوصل بعد إيش وين سعيد وحسان وسهام عيل سهام زوجها متكسر وتلقاها جالسة جنبه في المستشفى عارف عارف
وحسان وسعيد إذا غاب السنور العب يافار. والله ما أحلاهم من فيارين. طيبة قمر. ليش تشوف عليه كذا؟ وبعدين تبقى تشوف عليه كذا وما تتكلم؟ ما كفاية لنا فيه؟ قصدك خنجر؟ أقصد يعني سيف. تصوري يا أنس نجوى بيطرش واحد علشان يكسر لي راسي، لكن الحمد لله. ضربوك؟ لا ما جاء، يعني للأسف ما جاء. والله ما عارفة إيش أسوي وإيش أقول. أنا اللي بسوي وأنا اللي بقول. يا ريت. أنت قريتي كتاب الحب والصراحة؟ لا. أنا قريت أعجب. وأنا إيش يخصني؟ أنا يعني أقول يعني أنا قيس وأنت ليلى، أنا روميو وأنت جوليت، أنا جميل وأنت جميلة. نعم؟ قصدي أنت بثينة، أنا الكرة وأنت الملعب، أنا السنور وأنت الفار، أنا الأسد وأنت الحصان، يعني أقصد يعني. لا أنت غير طبيعي أبدا. أنا سنجوى، أنا بصراحة أريد أقول لك شيء، بس أرجوك تعطيني فرصة وتفهميني. يعني قول. الكلاب. ردينا على الكلام اللي لا يودي ولا يجيب. إيش فيها الكلاب؟ أحبها. نعم؟ ما هو يا ناس نجوى يعني الكلاب والحيوانات اثنين اثنين، كلب وكلبة وحمار وحمارة وأسد وأسدة. أنت إيش تريد تقول؟ أنا يعني أنا خليني شوي أمسح عرقي، الجو عندكم حار شوية. أنا كلب. نعم؟ قصدا يعني أنا كلب وأسد وثور، ودور على كلبة وأسد وثورة. يعني بالله عليك هذا تشبيه هذا؟ شوفي أنا بقولها وأمر الله، ما باقي غير وجه الله، لا إله إلا الله، العمر واحد والرب واحد. بس أرجوك لا تبلغين علي الشرطة. أنا يا نجوى أنا أحبك. إنا لله وإنا إليه راجعون، ومع السلامة. جمعة. نعم. تعال. ها. تعال. أنا ها. يعني أنت تحبني؟ نعم أحبك، ومستعد أثبت أي شيء علشانك، ومستعد أسوي أي شيء علشانك. كيف يعني؟ كيف يعني؟ الحب كيف يكون يعني؟ يعني عند الكلاب؟ لا أرجوك ما أريد أسمع هذا التشبيه الفظيع. أنا أقول لك إيش يعني الحب. إيش يعني؟ يعني الحب إيش يعني الحب؟ أنا أقول لك إيش يعني الحب. الحب يعني زواج وبيت وأولاد ومسؤولية. يا أنت وفرت علي مسافة 3 ساعات. فعلا لازم كل حيوانات يكون لها بيوت. يعني يا جماعة إحنا بشر شيء اسمه خلقة رب العالمين، عشنا فوق الأرض نفكر ونحكم عقلنا، نفكر كيف نبني ونمد إيدينا لبعضنا بعض، كيف نضع القوانين. عندنا عقد مهر شبكة تمتاز عن المخلوقات الأخرى. كلامك هذا خلاني أتمنى أكون حيوان، لأن الصراع عندهم أخب كثير عن الصراع اللي بيننا. يا ريتني حيوان. بس جمعة أنت فاجأتني. بس أنا يعني لو سألتك إيش أغلى شيء عندك ممكن تقدمه لي؟ قلبي يا نجوى قلبي. وأنا وافقت. أنا ما أنكر إن أنا معجبة بيك وبطيبة قلبك، بس أتمنى إنك تواجه نفسك قدام كل الناس مثل ما واجهتني أنا. بس قلبك ما كفاية. ما فاهم. أنت قدمت لي قلبك وأنا وافقت، بس إيش اللي تقدمه لأهلي عشان يوافقوا عليك؟ قصدي طلباتكم. يعني طلباتهم. في هذه الحالة أقدر أقول لك إنك كسبتني، كسبت أهلي وكسبت قلبي. أتمنى يا نجوى وبالمرة بعد تخلص من ذاك الثقيل اللي يريد يشتريك بفلوسه. يعني أنت؟ إيش هذا؟ زلزال؟ هذا أنت؟ أنا أقول ليش الدنيا ظلمت فجأة يعني؟ أنا كم مرة قلت لك لا تجي وراي الشغل؟ ليش تشوف عليك ذاك؟ ليش تبكشر؟ ها؟ أنت أكيد لا غلطان، سالم زوج سهام في المستشفى. انتظر لحد ما يطلع من المستشفى، انتظر. سيف قلت لك أبعد إيدك عنه واطلع. حاضر أبعد إيدي عنه لكن أبعد إيدي. يا الله يا الله راسي، يا الله نار نار نار، وين المطافي؟ هاي النار والعة في راسي، الدنيا ظلمت ظلمت ظلمت. أنت وحش وحش. جمعة ليش الفصول 4 اختلطت؟ ليش؟ ها؟ أين الناس؟ أين الناس؟
الصحراء واسعة، الصحراء واسعة، والناس في بحر هايج. آخ راسي، آخ راسي. هذا هذا اللي متردده بموضوعنا علشانه يا الأخ. الأخ من الأخ خطيبها. مبروك، أهلا وسهلا جمعة. هذا ما غريب، ما غريب. وانت من؟ أنا إن شاء الله بصير زوجها يعني. ها؟ ها؟ أنا دافع لها فلوس، دافع لها ولأهلها فلوس بوزنك يا غجر، وما حد ياخذها غيري أنا، فهمت؟ لا 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 أرجع على راحتك، على راحتك. أرجع أرجع نطلي. أسمع، نعم. ابتعد عنها أقول لك، ابتعد. ليش؟ وانتي انتي خلاص لازم تترك الشغل من هنا، فاهمة؟ هالمرة داويتك بإيديني في الرأس، المرة الجاية بجيب لك فاس، فهمت؟ مع السلامة، مع السلامة يا عنتر. إيش هذا؟ هذا محسوب علينا إنسان؟ هذا هاي ما هي فصيلة، هذا ما هي فصيلة. ما ينطاق، والمصيبة هالأشكال يفكرونهم يقدروا يشتروا كل شيء بفلوسهم. زي ليش يخلون كذاك سايح في الطريق؟ ليش ما يربطوه؟ جمعة تجي يوم الخميس؟ يا نجوى بلاها يوم الخميس هذه، كل المفاجآت يوم الخميس، أنا متعقد من الخميس هذه. يوم الخميس يا جمعة؟ زين يلا ما عندي مانع. تجي تخطبني من أمي وأبوي وساعتها بيوقفوا عند حده. أنا عشان أنكوي من النار، أنكوي بالنار يا نجوى. آخ راسي، يلا راسي راسي راسي. آه يا راسي يا راسي. ألو راسي. أهلا مدام، أهلا مدام موزة. ها؟ سلمان لا والله ما جاء. ايش صار البارحة؟ ايش صار خير؟ انا بصراحة كان عندي شغل وما قدرت اجي الملكة يعني. ها؟ طار؟ وسألت عنه مستشفى بن سينا؟ لا لا، الشغل ان شاء الله بيمشي زين ولا يهمك مثل ما تريدين. ان شاء الله ما رجع. هل كيف تسألين عنه مدام؟ ان شاء الله زين زين زين. مع السلامه. زين مع السلامه. اخ راسي اخ راسي. اه يا راسي اخ. ايش السالفه؟ والله ما عارف، يقولون واحد تبلى على سلمان وخلاه يطفش من البيت، من هو هذا الله اعلم. بس يا انا خلاص، ما كفايه عليك مشرتني في الشوارع؟ انت وحشي ما تعرف الرقه. معقولة أنا أتزوج واحد مثلك وبعدين معاكم؟ لا 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 لا، أنا أصلاً أرفض أتزوج واحد مثلك ما عنده إحساس. إيه مريم اصحي اصحي، خلاص أنا أطفح بالكالترة ولا خلاص بيوصل لجنون لهني. وبعدين معاكم، أنتوا بعدكم حتى ما انخطبتوا بديتوا تتضاربوا. ما تقولي لأمك داخل طلي محل ذهب تنقي وتختار على راحت، لو ما اختارت إلا شبكة قيمتها 2000 ريال. أنت ناسية من 20 سنة كم متزوجينك انا؟ بثلاث قروش وكمين بيسوا فوقهم بعد. ايش 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 ايش؟ اصحي اصحي، انت زوجتي وانا زوجك. ابوي ابوي. بلا ابوي بلا امي، خلاص انا تعبت، طفح بي الكيل، تعبت تمرمطوني تشردوني على راحتكم، جالسين تسووا بي لعبه. انا صحيح سمعت كلام جمعه وسكت، لكن توصل لهالمرحله لا والف لا. تعال سامعيني زين، انت ما بصغيرة، وبعدين انا زوجك ما بخطيبك، فاهمة؟ لا امي. مريم سلامتك يا مريم، ان شاء الله بتطلع بالسلامه.
مريم ما تشوفي شر ان شاء الله، بتطلعي بالسلامه وبتردي البيت وصحتك طيبه بستويا. لا حول ولا قوه الا بالله. يا مريم، مريم لا اله الا الله حبوا اسمك. انت غلطان يا اخ صالح، ما كان لازم تتعرض لاي فعل عصبي، لان هذا خطر على حياتها. غصبا عني يا دكتور، غصبا عني، لان ما معقوله زوجتي واجي اخطبها مره ثانيه، ما يصير. ومن هذا العبقري اللي شار عليك تسوي كذي؟ هذا جمعه ولد اخوي. جمعه هذا غلطان؟ غلطان طبعا. يمكن يكون الهدف نبيل، وان زوجتك ترجع لك وترجعوا احسن من الاول، لكن الوسيله غلط لسبب بسيط، ان اللي يروح ما يرجع، والزمن عمره ما يرجع للوراء ابدا. الطب النفسي مو لعبه، كل واحد يلعب على مزاجه. يعني الطريقه هذه كانت غلط دكتور؟ طبعا، لان المنطق ما يقبلها. في حد يخطب زوجته من جديد؟ وانا من غباوتي صدقت. لكن ما عليك يا جماعه، زين دكتور خبرني ايش العلاج؟ العلاج مهديات، وانت تحاول تعوضها عن اللي فات بالتفاهم والعطف والحنان، وتبعدها عن اي انفعال، وشوي شوي ترجع لطبيعتها. زين دكتور، ايش سالفة سن اليأس هذا؟ سن اليأس هو السن اللي الطرفين يحسوا فيه بالعجز، لعدم توصيل عواطفهم واحاسيسهم لبعض. بيمر على ناس كثير، لكن ما بيستمر، لان كل واحد عنده الرغبة ان يعيش ويكمل حياته بصورة طيبة. فهمت دكتور. البداية صالح تبدي من حيث انتهت وليس من حيث بدأت، وهذه الغلطة أدت إلى انهيار المدام في النهاية. لو الله ستر لكان المدام راحت فيها. واللي صاحبك هذا يعقل وما يدخل نفسه في كل شيء، لأن هناك فرق بين القرابة والعلم. ما عليك يا جماعة، ما عليك، صبرك علي بس. إذا ما طلعت هالمشاكل اللي سويتها فيي على جثتك ما أكون أنا ابو نبهان. ما عليك. وبعدين نصيحة لك ولكل اثنين متزوجين أو مخطوبين، المشاكل العائلية لو تدخل فيها شخص غريب بيفسدها ما يصلحها، مهما كانت النوايا حسنة. فأحسن تعرف الداء وتعالجه، ما غيرك عالجه، أو تعطي فرصة لمختص يعالجه. والمثل يقول أعطي الخبز لخبازة، صح؟ جمعة افتح يا أبو البلاوي، افتح جمعة جمعة. ها عمي زوجتو؟ زوجنا. اخطبها من جديد؟ لازم توافق، ويمكن ما توافق. العلم يقول كذا يا عمي. ايش صار؟ شوف انت عاد لا تتدخل في شؤوني وخليك في نفسك بس، خلاص. ايه بس يا عمي ايش صار؟ الحين حان موعد القطف، لقطف لك راسك من على جسمك. لكن مع الاسف ولد اخوي. اي بس يا عمي انا كان بصراحه غرضي شريف، لكن تعال ايش اللي صار؟ اسمع يا جماعه، الدكتور يقول احط الخبز الخبازه. يعني انت عمي بيشتغل خبازة؟ لكن تعال ايش اللي صار؟ جمعه مريم بتصحب الطب، ما بنصايحك انت، خلي نصايحك حق نفسك، انت اصلا ما فالح مع نفسك، كيف بتفلح مع غيرك؟ زوج سهام وتحطم وصار قطع. ها؟ هذه وحده. سلمان خرج ولم يعد، نجوى بيتزوجها واحد غيرك. لا لا يا عمي خلاص، الحين انا بقابل ابوها يوم الخميس ان شاء الله وبتعرف عليهم علشان. لكن تعال ايش اللي صار؟ وتقول عن نفسك خدام الزملاء؟ ها؟ انت بدل ما تروح تكحلها عميت ولخبطت كل شيء. بس تعال يا عمي، ما قلت لي انت ايش اللي عرفك بسالفه نجوى وسالم وسلمان؟ نشر عنهم في الصحف ولا شيء؟ ايش اللي صار؟ مطبع. نعم، ايش لزوم الصحافة؟ اسمع خلاص، خليك من سالفة ايش صار وايش صار، لحد هنا واستوب وخر. عمي يا عمي الله يهديك، انت ايش معصب مولع كذاك نار؟ عمي صالح لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، والله انا قصدي اختم لاني خدام الزملاء، لكن تعال ايش اللي صار؟ Thank you.
معقوله؟ معقوله امك وابوك صعبين لهالدرجه؟ هم ايش يفكرون انا مليونير يعني ولا ايش؟ يا جمعه يعني انت زعلان؟ لا زعلان، ازعل من عمي وعمتي؟ لا طيبين وايد، والظاهر انهم معجبين فيني جدا بعد، وما طلبوا لي اشياء بسيطه بس، شبكه ب5000 ومهر 7 بس. يا جمعه انت عارف هالايام الاشياء غاليه، وبعدين هم ما طالبين هالفلوس عشانهم. بس الرحمه حلوه يا نجوى، الرحمه حلوه. ايش؟ اقصد الرحمه جايزه على الحي والميت. اي نعم، ومع ذلك هم طيبين بعد. لا وعمي قلبه علي، يقول لي بس احنا نبغي فلوس وبس، وانت جيب كل شيء. يعني انت مبسوط؟ مبسوط جدا جدا طبعا. عمتي قالت لي لازم يكون الحفل في اكبر فندق، وعمي قال لي انا قلبي عليك لازم يكون معازيم اكثر من 500. لا طيبين وايد اهلك، طيبين بصراحه. ايش فيك يا جمعه؟ يا نجوى يا نجوى، انا موظف، موظف بسيط وما حيلتي غير راتبي على الله وهالمعاش هذا، كيف تبغين اوصل السماء وانا على الارض؟ انت تحبني؟ وبعدك تسالين هذا السؤال الله يهديك. يا جمعه انت لازم تتصرف، انت عارف الموجود ايش يقدر يقدم وكم؟ يعني اللي عنده شيء يسوى شيء، واللي ما عنده شيء ما يسوى شيء. اخ اخ من هالزمان واهل هالزمان هذا. على العموم انت حر. يا نجوى انت ادرى بالحاله، انا موظف وما عندي غير راتبي وكمين فدان في البلد وتحت يد عمي صالح، وصرت هالايام بعد ما اشوف شيء ابدا. انا ما اقدر اخالف امي وابوي، اواجه الدنيا، لكن امي وابوي لا، لما عرفوا اني اريد اتزوج ما مانعوا، وانت عارف انهم يتمنوا اني اتزوج سيف، ولما عرفوا انك تقدم ولو جزء بسيط من اللي يقدمه سيف قالوا انت احسن. طبعا طبعا، سيف هذا وارث وكنز على قلبه، هاي سيف ما عنده غير الورث، لكن مسكين ايش ورث غير اليتم والفقر؟ وابوي بعد الله يرحمه لما مات ما كان حيلته شيء الله يرحمه. والعمل يا جمعه؟ كلميهم يا نجوى، قول لهم الرحمه جاهزه واجبه على اليتيم اللي مثلك، خلينا نستاجر بيت صغير الى الله يفرجها من قدام بس. وبعدين يا نجوى بلاها الحفل في فندق، وهالله الله في المهر، الله الله في المهر، انا يا بنت الحلال ما اعرف اسرق او اختلس او استفيد من بعض الفوائد او استغل شغلي، لا يا بنت الناس انا مسكين وما عندي شيء. انا نعم عندي شيء واحد بس، قلب كبير مستعد يشيل اكبر جبال الدنيا هذه. معقوله؟ معقوله الشركه تمشي من غير مدير؟ جمعه ايش رايك تصير مدير مره ثانيه؟ لا يا اخي انا ما احب اكون في مكان غير مضمون العواقب، احسن نكون مع بعض. اصلا مدام موزه لا يمكن توافق، ولا اعتقد انه في حد يصلح يكون مدير في هذه الشركه غيري انا. انت قول انا على الاقل شوي معقول الله يهديك. انت؟ اي انا طول عمري ولد عز، بس الزمن جاير يا جماعه. خلوا عنكم هالسوالف هذه، فكروا في الرجال ممكن كيف يرجع على شغله ولبيته. سلمان ان شاء الله ما رجع، صدقني يا حسن كذي بشتغل على راحتني، وانت ما في داعي تكتب لي رسائل مره واحده. يا سيد اول شيء خليني اخلص من الحفره اللي انا طايح فيها هذه. احسن نشتغل ونشوف شغلنا كان المدير موجود. مدير؟ هو وين المدير هذا؟ قولوا لي وين المدير؟ انا اشوف نروح احسن. يلا مع السلامه. يلا انا اروح معك بعد. لا ويمكن نروح نزور سالم زوج سهام، يقولوا بعده مدقدق وطايح في المستشفى. صح. هذا بعده مدقدق؟ انت هاي الدق والتقديق اللي حصلها شوي الله يهديك. اي نعم يستاهل يستاهل، عشان مره ثانيه ما يلعب ويتادب. لا قول لي يا جمعه، هذيل سهام وسالم كل ما ذكرت اسمك قدامهم يلعنوك ويدعوا عليك، ايش السالفه؟ صدقني والله ما اعرف، ما ادري. يا شوف الروح احسن. اي نروح. يلا يلا يا سعيد الله. مع السلامه. مع السلامه. وانت ما بتروحين؟ لا ما قلت لي ايش بتسوي؟ فكرت؟ ايه فكرت وبسوي شيء ان شاء الله. ايش بتسوي؟ اللي قدرني عليه ربي. We'll be right back.
امي شوي 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 شوي. الحمد لله يا امي انك رجعتي لصحتك. الحمد لله. بس انا وين؟ بيتك. انا حاسه كنت في دنيا غير الدنيا هذه. المهم يا امي الحمد لله انك رجعتي لصحتك. ادخل ولا ممنوع؟ ولا الحريم نفسهم جالسين يسولفن هناك؟ الضحكي اخطبها ولا اتزوجها؟ معروف حكم مدى الحياة. كيف حالك من أبهان؟ أحسن منك. أحسن من اللي يريد يلعب من وراي ويتزوج. نعم؟ ردينا للأسطوانة المشروخة؟ ردينا للسانك الطويل اللي يبغى قص؟ أنا ولا أنت؟ شايف كيف تدعي علي؟ تبغاني أكون مريضة على طول؟ شايفة أبوش فاطمة شايفتنا؟ شايفة أمك فاطمة شايفتنها؟ حرام عليكم حرام عليكم، انا ما قادره اتحمل. انتوا بديتوا عاد يا بنتي. هذه سمعت كلام جمعه وخلت نفسها مريضه. لو ما جمعه كان امي ما رجعت لصحتها. صحيح، لو ما جمعه كان امك ما رجعت لصحتها. اذا ايش لزوم الطبيب يا مدام؟ الحمد لله على السلامة. ايش نخرت؟ خدمة يا اخوي، شغل خدمة الزملاء. يا جمعة طول عمرك انسان خدوم. اي ترى بس في النهاية اطيح على راسي، انا عارف. لانك طيب يا جمعة. اخوي جمعة متى نتزوج فاطمة؟ تعالوا ماما وافقة بعد ما عليك. ما يهمك يا حمد، خلي الموضوع علي هذا وانا بخلص عليك. ما يهمك. ايش؟ قصدي بخلص كل المواضيع. تعرف لما احط ايدي في شيء يستوي على طول. انت تقول لي قول. بالمناسبه انت تعشيت؟ لا لا خلاص خلاص، انا الحين صايم. لا غدا لا عشاء لا ريوق ليه ما اتزوج فاطمه. اهلا ابوي، مع السلامه. تزوج فاطمه ما اعرف يا جماعه، كل ما يجيب سالفه الاكل هذه احس ان الموضوع بيتفركش. بس انت ضحك علي وايد، ضحك عليك عليك ابهان. الغداء طيب وراح تسمع هذول يضحكوا. ايش السالفه؟ اكيد قدر يقنعهم على الزواج، لكن بعدها غريبه. لا انا لازم اتدخل، خدمه ما فتنه. زين قلنا زين. الله يسلمك. ما شاء الله ما شاء الله. انت بالله عليك من اذنك تدخل داخل البيت؟ من اذنك؟ نسمح لك؟ ها انا لا 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 يمكن، لا يمكن اسمح لهالسوالف تصير في هذا البيت. جماعة ايش فيك انت؟ ايش فيك؟ جنيت ولا كيف يعني؟ فاطمة انت ليش تخلي الوجه يسمع امك مع بعض وما متزوجين بعدهم؟ ها؟ قلت لك اسكت واسكت عن سمك يا قبر، ولا اذا ما سكت علي لسانك بشطف شفطين. مرة بقصة قصتين يعني. صحيح يعني قلت جماعة هني رجعها، لكن الحمد لله الحين صحت نعم ونبهان بخير. صحيح صحته يعني انا اللي الحمد لله الحمد لله يا جمعه، الله ستر وامي رجعت لحالتها الطبيعيه. كيف يعني تبغاني طايحه كذاك ومريضه يا جمعه؟ علشان تاخذ راحتك مع الرجال وتزوجها واحده ثانيه؟ لا لا بلا، العيون اربع اربع. العيون اربع اربع، الدنيا يا جمعه اربع اربع. عليك. هيا هيا انت داخل يلا ربحان. غريبة، انا صحيح نسيت اقفل الباب لكن ما كان مفتوح كده. ايش السالفة؟ حرامي ولا لص ولا كيف؟ انت انت كيف دخلت هنا كيف؟ والله لقيت الباب مفتوح ودخلت. وكيف عرفت البيت؟
يا جماعة اللي يسأل ما يضيع أبدا. وإيش تريد؟ إيش أريد؟ أقول لك إيش أريد يا أستاذ جمعة. أنت نسيت لما مثلت شخصية أبوي رحت بيت عايدة وسويت اللي سويته؟ لا، وبعدين جيت عندي البيت وخليت نفسك معلم وخليتني متزوج سبع زوجات يا مفتري. وانت عرفت؟ انا عارف انك وكاشف لعيبك يا جمعة من زمان. حمدان حمدان. الحين عاد ممكن نلعب لعبة القط والفار، لكن بطريقة خاصة، عاد بطريقة مختلفة. انا القط وانت الفار، وتكون واحدة بواحدة يا جمعة، صح ولا لا؟ صح. هدى، اشوف ايش كانش متزمله بعد خرج مكان هين. اروح اسال عن ابويا وامي. سالي عنه هين؟ هات سالي عنه. بروح اسال عنه في الشركه، يمكن حد من الموظفين يعرف عنه شيء. زين، انا امس متصله بالشركه قالوا لي ما يعرفوا شيء. بس انا بروح بروحي، بروح بنفسي اتاكد بروحي تبو مو بنافع. والله بروحي اشوف نفسي، اشوف انها ما تفرق. ولو اني انا عارف ان ابوي الحين قاعد مقابل حبيبه القلب. يا امي ليش تظلمين ابوي؟ اظلم ابوي؟ وعلى ما يترد على المربوطه انا اظلم ابوي؟ والله ابوي هو اللي يخليني ابات الليل مظلومه. لكن ما علي، انا بدور عليه الين احصله وبنشوف مين يبات الليل مظلوم وينادي طيف من يهو. لا يمكن يا جمعة، لأنك إنسان خايب وحركاتك كلها مفترسة ومفقوسة بالنسبة لي. أنت؟ أيوة أنا. عجب أنا كيف اكتشفتك يا فالح. إذن ليش هربت؟ أنا بس جيت أردلك الجميل، لأني لا يمكن أنسى الخدمة اللي خدمتني بيها أبدا. أنا كنت في نار والحين أبي أبدأ من جديد. أنا دائماً تحت الخدمة لأني خدام الزملاء. لا تفتكر يا جمعة إنك أنت أحسن مني، لا. إحنا الاثنين في الهوى سواء، بس أنا عادة أختلف عنك شوية. أنا إنسان واضح وصريح وإنت لا. كيف يعني؟ لأنه من بداية حلقات المسلسل وإنت ما قادر تنطق كلمة أحبك لنجوى. نجوى؟ واليوم اللي شجعتك فيها ايش سويت؟ انت طريقك مفقود مفقود يا ولدي، وكله شوك وزجاجات فارغة. زجاجات فارغة؟ بعدين انت ايش عرفك كل السوالف هذه؟ انا يا جمعة من يوم ما تركت البيت والشركة وانا اتابعك خطوة خطوة. كيف يعني؟ حاطينك مراقب علي؟ انا لولا حرصي على نفسي وبيعيش كان دخلت فيك مؤبد. يا ربي، انت هالكثر قلبك متروس حقد علي انا؟ تعال تعال، خططك هذه اصبحت حليانه تعبانه ما تسوى شيء ابدا. ساير على انك حمدان على وزن سعفانه. على العموم بقول لك ان هذا الاسم من اختراعي انا. سمعوا، من اختراعه هو. وانا عيبك يا جمعه ان مخلي نفسك انسان مثالي وانك يا خدام الزملاء مثل ما دائما تكررها. لكن للاسف انت هدفك نبيل لكن وسائلك رخيصه. انا يا استاذ سلمان؟ لا تزعل مني يا جمعه، انا ابي اكون المراه اللي تشوف فيها نفسك. لا، انت غلطان. ومن فينا ما غلطان؟ ما حد معصوم من الخطا ابدا. انا كلي غلط في غلط، لكن انا عارف. بس انت مسوي نفسك ما حد كماك ابدا، وانت طينه سوداء. انا لو ترجع لنفسك وتعيد كل حساباتك بتحس انك غلطان يا جمعه. أنا يا أستاذ سلمان؟ أيوة أنت يا جمعة. ما فكرت لما اتفقت مع عمك صالح وخليته يتمرد على زوجته وتجيها نيارات عصبية إيش كان ممكن يشغلها؟ أنا ما فكرت لما فوكس يغلب سالم وبطريقتك السخيفة هذه إيش كان ممكن يشغله؟ أنا ما فكرت لما جيت البيت عند موزة وبخلي نفسك معلم وحطمت كل شيء ووصلتنا للطلاق وكنت بتهدم أسرة وبيت. أرجوك بس كفاية كفاية. أنا كنت أريد أخدم كل الأطراف لأني خدام الزملاء. بالعكس يا جمعة، بالعكس، أنت هدمت كل الأطراف. اصحى يا جمعة اصحى، لأنه ما يصح إلا الصحيح.
اصحى يا هدام الزملاء اصحى. زين الحين زين خربت عليه المسجل، كيف نسمع موسيقى حالي؟ ما خبرني انت ابو نبهان، ما حد يسمع موسيقى، ما حد. من متى صار يسمع موسيقى؟ كيف يعني؟ خلاص يعني رجعت لجنونك الحين؟ لو ظل مريضة بحسن تفكينا بلسانك هذا؟ لا والله أنا أصحى منك يا عيوني أصحى وأقدر أوقفك عند حدك. رجعت حليمة لعادتها القديمة. ياو مش حيلك. أحسن أبوي نلعب ونتلطط أحسن لنا. واحد إيش معني إيه؟ ثلاث ودر عنك المسخرة ولعب صغيرينا. جالس موقف بالحبل جالس، والله إذا ما وقفت عند نطيتك ذي أشقك بي تهاني. عشان أفتح الباب. مساء الخير عمتي. عمتك؟ اتعم إن شاء الله اللي دلك على باب بيتنا، أنا ما عمتك. ما هو يا عمتي أنا جاي علشان أخليك تصيري عمتي. لا يا حمد لا. يعني إيش يا جماعة؟ إحنا ما خلاص اتفقنا على كل شيء؟ ولا يعني أنتوا رجعتوا في كلامكم؟ لا أنا هذا الكلام ما يصير عندي، ما يصير. حمد انت ما عليك منهم، تعال تنطط معي، تعال تعال يلا. اذا طلك عرق ان شاء الله من رقبتك باغنى يتنطط. ما يكفي انه ينط كل يوم تحت السيائر بعده حتى هنا ينط. قلت لك يا حمد انه ما في شيء اسمه زواج الا بعد. عارف عارف يا فاطمه، الا لما تاخذ الشهاده وتكملي تعليمك. في شيء ثاني؟ اي نعم في شيء ثاني. تعال انت تمرن معي تمارين رياضيه يلا. ايش تمارين رياضيه؟ الرجال عنده جراج باغنى يجي هنا ينط عندك؟ هذا في وقت الفراغ بس. طالما كذا ما في مشكلة، وأنا موافق يا عمي ويا عمتي على كل الشروط علشان خاطر عيون فاطمة بس. انت ايش تريد الحين؟ ايش تريد؟ ليش جاي؟ جاي تحاسبني على اللي راح ولا جاي تنتقم مني؟ لا يا أستاذ جمعة، أنا جاي أخدم، وقلت بدل ما نلعب لعبة ضد بعض نلعب مع بعض أحسن. أحسن لك، أحسن لك ترجع لزوجتك وبنتك، وأنا وعدك من اليوم ورايح ما لي دعوة فيك. لا لا تذكرني بالماضي، أنا ما صدقت إني نسيت. أنا ما قلت لك يا جماعة إنك خدمتني خدمة كبيرة؟ علشان كذاك أنا ما برجع إلا وأنا ثري وغني في نفس الوقت. يا أستاذ سلمان ارجع لعقلك، أنت إيش حيلتك بالله عليك؟ لا إحنا يا أستاذ جمعة بنلعب لعبة 100,000، 50 لك وخمسين لي. كيف يعني؟ بنسرق؟ لا لا نسرق ولا شيء، كله في السليم. كيف في السليم؟ أقول لك يا جمعة، علشان أنا بكون غني ومشهور في السوق، وإنت بعد بتدفع مهر نجوى وبتتزوجها قبل لا يتزوجها ذاك اللي اسمه سيف. يا العفريت، وانت من وين عرفت كل هذا بالله عليك؟ أموافق يا صديقي؟ لا انت جاي الظاهر تضحك علي. لا يا جمعة يا عزيزي لا، انا جاي اقدم لك خدمة، جاي افتح لك باب العز، الطريق الى المجد، الطريق الى الثراء، الطريق الى الغنى والاستقرار. وجاي بعد اقدم لك خدمة ثانية علشان تدفع ثمن حبك لنجوى وتتزوجها قبل لا يتزوجها هذاك المنافس اللي اسمه سيف. اخ يا راسي اخ يا راسي، انا راسي بينفجر. انت ايش صار فيك؟ ايش صار فيك؟ انت ايش شايف بالضبط؟ انت تبغين نشتغل حرامية لصوص عديمين الضمير، نجمع اموال الناس المحتاجينها ونسرقهم ومثل ما قلت في السليم؟ عليك نور، في السليم يعني بيزنس، أخذ وعطاء، بيع وشراء. بتسألني ليش؟ هي أسألك ليش؟ إيش قلت موافق؟ والله بصراحة يعني أنا موافق. والله أنا يعني ما هو لازم توافق يا جماعة. لازم توافق ولا العصفورة الحلوة الجميلة بتطير عنك. أنت ما تحب نجوى؟ نعم أحبها وابصم بالعشره لا بالعشرين، نعم اني احبها. عقب لازم توافق قبل لا اقول له واقول لك اي شيء. لكن انت ليش اخترتني انا بالذات؟ مع اني بوجهه نظرك انسان غير مثالي واساليب رخيصه. قلت لك يا جمعة يا صديقي، انا ما انسى الخدمه اللي قدمت لي اياها، ولولا عزيزي
ما غيرت اسلوب حياتي. بعدني ما فاهم، وضح. افهمك يا ذكي، لولا انك سويت اللي سويته كان زماني طايح تحت رحمة موزة وكانت تذلني بفلوسها. علشان كذا كان فكرت اني ما برجع الا وانا غني وعندي شركة اكبر من شركتها، واتزوج الزوجة اللي تسوى طويفها. وبنتك؟ انا ما اول واحد ينفصل عن زوجته وبنته، وبعدين يعني في مليون واحد مثلي. وانت خليك عن الموضوع هذا، خليك في موضوعنا احسن. لكن بعدك ما جاوبتني، ليش اخترتني انا بالذات؟ انت يا جمعة بتخليني اشك في ذكائك. احنا محتاجين غرفة مثل هذه. حجرتي؟ لا تلف ولا تدور، انا خلاص دفعت 50,000 للاغراض. ومن وين جبت كل الفلوس هذه؟ انت ما يهمك، انا تصرفت، انت اللي عليك تنفذ لي اقوله وبس. قول ابو يقول وعلى راي عمي صالح. يا مثبت العقل. ابا عشمي عشمي. يلا يلا احمد يلا ابا. يلا يلا يلا. انت صاحب قراج نشيط، لازم تكون نشيط. اكيد عمي اكيد. عم وانت بعد انت شباب. انت عمي عمك شباب. نعم علي عاد تفضحنا وتطيح عمي. افا عمك يطيح ترى. لا ما يهمك ابا. يلا عمي يلا يلا ابا. معقول هذا يصير؟ ما قلت لك مصيبتك بتصير مثل مصيبتي؟ لا عاد واجتمع المدعوس على قايب الرقع. يا ربي يحمي ويشيل عنكي. انزعت بسكم عاد. مريم من اللي فاز؟ انا. لا انا. كيف انت؟ انا فزت. قلت لك انا. كيف انت؟ انا فاز. تعرف مرة؟ ايه لعبت مع نفسي. اها تعرف من اللي فاز؟ من؟ انا. انت كيف؟ سمعت؟ كيف؟ لو فاز علي انا كنت زعلت من انا زعل شديد؟ لا عمي لا. ما دام السالفة فيها انا فأعوذ بالله من كلمة انا. سمعت؟ انا لو فاز علي كنت بضربها ضرب نعم بر النهر. تضرب من؟ اضرب انا. انت من؟ اقول لك اضرب انا. لا لا عمي لا. عمي ما دام سالفه كذا انا بجن. عمي جاي طمن، ما قاعد جنن. انزين ابوي خلاص خلاص، ايش صار لمخكم انتم مالكم؟ وين المخ مريم وينه؟ تراني ها عمدي. قولي لي ثاني بجن. قولي لي من اللي فايز؟ تباني اقول لك من اللي فايز؟ ارجوش اقول لا. سيروا عند الباب وقفوا. ها عند الباب وقفوا. عند الباب هي اخبركم من اللي فايز. يلا يلا حركوا. ايوه بسرعه بسرعه بسرعه. ايوه فتحوا الباب فتحوا. ايوه ايوه فتحوا. ايوه شاطرين. ايوه يلا يلا تقدم انت قدام. ايوه حمد. ايوه ايوه صالح. ايوه صالح. انتوا تبغوا تعرفوا من اللي فايز؟ من؟ أنا بجيب الأغراض ذي كلها عندك. وليش ما تشوف لك مكان آمن من هنا يعني؟ لا يا جماعة لا، إحنا شركاء ولازم نتعاون مع بعض، أنت شريك في كل شيء. زين واللي بعده؟ اللي بعده التأمين. لازم نأمن على الأغراض، يعني إذا احترقت الأغراض بنقسم فلوس التأمين نص بالنص، النص لك والنص لي. لا يا حبيبي لا، خذ أغراضك وحطهم في مكان ثاني واحرقهم من الليل للصبح، وخذ فلوس التأمين وريحني وريح نفسك. لا يا جماعة لا 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 لا، أنا ما أقدر أسوي هذا الشيء بنفسي أبدا. أنا ما أقدر أظهر في الصورة، أخاف لموزة وغيرها يكشفوني وتضيع علينا الخطة. يفهم؟ لا لا، هذا نصب، هذا نصب واحتيال. إحنا بنحرق الأغراض فقط. يعني كيف لما تحرق الأغراض الحجرة ما تحترق؟ أنا ما رأس مالي في الدنيا غير هالحجرة هذه بس. لا تخاف يا جماعة، الأغراض هي اللي تحترق، أما غرفتك بتكون سليمة 100%. كيف يعني كيف؟ فالزورة هذه ولا إيش؟ أنت بس قول موافق. اسمع يا سلمان. إيش عندك يا جماعة؟ أنا سيد أقولك أستاذ سلمان، لكن مستعد أتذكرها، بس أرجوك بتعد عني ومستعد أبتعد عنك بعد. على العموم أنا بعطيك فرصة ثانية علشان تفكر فيها. أنت بالله عليك ليش ما تستغل هالفلوس هذه في شغلة شريفة تغنيك عن الذل؟ خلي عنك هالكلام الحين واسمع مني. لا شفتني
ولا شفتك، لا اتصلت بي ولا اتصلت بيك، علشان المسألة هذه تبقى سر بيني وبينك. هذا وعد مني. إذا باي باي، باي باي يا حبيبي. والله حاله، والله حاله، في حد يأمن على زقاير ضد الحريق؟ احنا ما قلنا شيء، أمنوا أبوي أمنوا، لكن تولع فيهم النار، هذه بعد غريبة. لكن ما أقول إلا الله يشفيك من شرور نفسك يا سلمان. Yeah.